الو، السلام عليكم خوي وسام. كيفتينا؟ كنتمنى انك تكون بخير وعلى خير. كنبغي نوجه بهذه المناسبه النداء الى خي واستاذي الكبير وسام على الفضل الكبير ديالو اللي يعني بفضل الكبير ديالو انا استطعت انني نقدر نفهم ونحترف تريدي. انا مدين لك مدى الحياه، لان يعني التجربه ديالي في تريدين والأغلبية أنهم خسروا بزاف الفلوس، تبعوا بعد الناس اللي كتسترزق على يعني على ما جبرت الكلمة أن نقولها كيسترزقوا على ما جبرت أنني باش نعبر. ولكن أنا كنوجه النداء ديالي لجميع الناس أنهم اللي مهتمين بالتريدين أنهم يمشيوا يتصلوا بعد خاي والأستاذ الكبير وسام، وغيحترفوا تريدين، غيتعلموا التحليل الفني من الاساسيات ديالو كانه دخل المدرسه ولا الاكاديميه وتعلم التحليل الاساس ديالو. بفضل استاذ الكبير وسام انك عمرك ما غتبقى تخسر الفلوس ديالك، وانك غتمشي بعيد وغتحترف، غتولي انت كتفهم احسن ديك ولاد. يعني شنو نقول؟ الكلمات كتخونني باش نعبر ونقول ان انا واحد الضحيه منهم، داولي بزاف الفلوس كذبوا عليا وثقت بهم. للامانه ان الثقه هي اللي كتعملنا المشكل هذا، ولكن الحمد لله شاءت الاقدار انني ربي ارسل لي سي وسام. يعني بديت كنتعلم ماشي بديت كنتعلم، وليت كنحترف وفهم القواعد التحليل الفني. وهذا وعد مني الناس اللي كيشاهدوا الفيديو، انا ما كنعملش اشهار او لا شي حاجه، انا كنعترف، هذا دين على رقبتي، كنعترف نسي وسام انه انسان يستحق هذا الدعم من عندنا وراسه فوقنا، وان نحن انا بالنسبه لي المدين لمدى الحياه. كنتمنى لك خي وسام التوفيق، وكنتمنى الناس امين انه يعني حاولوا، ربما اذا ما تقتو شي ولا شي حاجه حاول، ماذا ستخسر؟ لانه اصلا عامل واحد بروموسيون ايفنت انكرويابل. حنا بالنسبه لينا حنا ما انا بالنسبه لي ما هو والو، ولكن الفضل كيقدموا لينا انه كيقدم لينا واحد ثمن كبير، واحد كادو، واحد الهديه، يعني بدون من يعني ليس لها اي تعبير. خي وسام شكرا بزاف، الله يحفظك. وانا كنعترف كنقول لك انا مدين لك مدى الحياه، هذا خاوي ديالك والاخ ديالك من طنجه. تشاو اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في تحليل البيتكوين. اليوم سنقوم بتحليل البيتكوين، لكن قبل البدء ادعوكم للاشتراك في قناه التليجرام المجانيه، هذا هو رابطها، اضغطوا عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشره. في هذه القناه نشارك معكم ارباح المشاركين في دوراتنا التدريبيه يوميا، شهاداتهم كذلك صوت وصوره، وكذلك نشارك معكم اخر واقوى العروض التي يمكنك ان تشترك فيها، وهذا هو اخر عرض. خذ لك دقيقه دقيقتين اقراه جيدا، وبعد ذلك تواصل معنا على الخاص على التليجرام، رابط الاشتراك موجود ومثبت في تعليقات هذا الفيديو أول رابط، وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك أول رابط. تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو ذا مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. البيتكوين، أنا حولت وقف خسارتي اليوم، حتى يعني حولت وقف الخسارة من بريك إيفن إلى هذه المنطقة أسفل النطاق. أنا حتى استشرت اليوم، لأنه صراحة وترني البيتكوين، وترتني هذه الصفقة، لا أدري لماذا. عادة أنا يعني نتداول بطريقة يعني احترافية بأريحية، مش عارف ليش بيتكوين يعني أزعجني حاليا. ففي الحصة اليومية استشرت مع الطلبة المشاركين في دوراتنا التدريبية، ففي الحصة اليومية تواصلت يعني تحدثت، استشرنا في الزوم هكذا، قررنا انه يعني كثير من الاخوه طلبوا مني انه اما اخذ ارباحي او احرك وقت خسارتي، ف راح اعمل هذا الشيء. ربما هذه من المرات القليله اللي بيحصل لي هذا الامر، حتى تعرفون ان التداول هذه مهنه، مش حتى لو وصلت لمستوى كبير يمكن في بعض الاحيان انك تتوتر وانك تتداول باحاسيسك، وهذا ما الذي لا اريده. لذلك استشرت مع طلباتي، لا اريد ان ابقى في هذه الصفقه وانا يعني عندي امل وكذا، لا اريد ان اتداول باحاسيسي. فلذلك طلبت رايا خارج مني، خارج عني، خارج عن احاسيسي، لاقوم بالشيء الصحيح. وصراحه الشيء الصحيح هو تحويل وقف الخساره الى اسفل هذا النطاق.
يعني ما راح اقول لا ممكن يضربني ويخرجني بربح قليل مثلا او كذا، لا 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 خلاص، هذه قواعدنا تقول لنا يجب ان تحرك خسارتك اكثر بعد ان يكسر نطاق، خلاص هذا هو. طيب هناك احتمال، لاحظوا معي، هناك احتمال ان ينزل يتلاعب ثم يعود. طيب وش راح اعمل في هذه الحاله؟ لا مشكله، راح استغل الفرصه، ولكن راح يكون منطقه دخولي سيئه شوي، لذلك ما راح ادخل بقوه، راح ادخل يعني شيء قليل، طيب حتى ما اخسر اللي حصلت عليه. طيب الان حركت وقت خسارتي، الامور تمام، الامن مستتب كما يقولون. طيب البيتكوين في عده سيناريوهات، هذا هو الاشكال في البيتكوين. السيناريو الاول انه بده يعطينا، هذا هو التصحيح، كونتراكتين او حتى ريجولر، لا زلنا في هذه المنطقه، في جدار هذه المنطقه، لن يتركك تصعد بسهوله، لن يتركنا نصعد بسهوله، ولاحظوا حتى هذه المنطقه لن تتركنا نصعد بسهوله، لاحظوا التعب، لاحظوا المشاكل هنا، لم يموت البائع المشترون، لم يموت، ولكن هناك تعب، هناك حرب مشتعله في هذه المنطقه. طيب كيف راح نتعامل الان مع الامر؟ خلاص بالنسبه لي انا البيتكوين لست مهتم الان لا بالصعود ولا بالهبوط، بعيد جدا، وحولت وقت خسارتي الى منطقه اذا تم ضربها لا مشكله قابل، وسانتظر فرص اخرى. وش هي الفرص الاخرى؟ للبيع، للبيع يجب ان يعود البيتكوين الى مستوى 59176 ولكن بقوه كبيره جدا، ثم التصحيح يبقى هنا، هذا للبيع، وساقول اوكي اعطانا كونتراكتين، هدفي هذا القاع فقط، مستوى 48800 دولار. إذا لن أفكر في البيع إلا في هذه المنطقة، حتى لو نزل بقوة ووصل إلى هذه المنطقة، إذا لم يصحح لا يمكن من البيع، وسأكون قد خرجت من هذه الصفقة بربح. ليس ما كنت أريده، كنت أريد أن يأتي إلى هنا، ولكن يعني في بعض الأحيان السوق يفرض عليك بنية معينة أخرى، فما راح أتحارب مع السوق، السوق أقوى وأكبر وأنا يعني لا أظهر أمامه، فأكيد يعني راح يوديني وراء الشمس، لذلك لا أريد أن أقع في هذا الفخ، لذلك استشرت مع طلبتي، لأن كما قلت وترني البيتكوين. طيب الآن للصعود، ما الذي علي فعله لكي أبحث عن الصعود؟ أو كيف يمكنني يعني التعامل مع الصعود، أو متى أبحث عن الصعود؟ لاحظوا معي، هناك سيناريوهين لا ثالث لهم. السيناريو الأول إخواني أخواتي هو كالتالي، نزول ببنية واضحة، مثلا A B C بتلاعب، راح أخرج أكيد، ثم عودة بقوة وتصحيح، هذا هو السيناريو الأول، راح أقول أوكي هذا هو النموذج للصعود، هذا السيناريو الأول للصعود، ركزوا فيه جيدا، خذوا سكرين شوت. السيناريو الثاني للصعود هو أن البيتكوين يفضل لنا في فوق هذا النطاق، وفجأة يصعد بقوة ويكسر هذا الجدار بزيادة في المومنتوم، ويفضل أن يكسر حتى هذا الجدار، ثم يعطيني تصحيحا كبيرا، يعود إلى نفس المنطقة. هنا يمكنني البحث عن الصعود، راح تكون هذه الموجة الأولى، وراح أبحث عن الموجة الثانية. ما عنديش سيناريو ثالث، هذه السيناريوهات الوحيدة اللي راح أبحث فيها عن صعود البيتكوين مرة أخرى. فلذلك صراحة أتمنى أنه ما يخرجني ويضرب لي هذا وقف، ولكن في نفس الوقت لا أريد أن أخرج بدون أربح لأنه ممكن ينزل، تلاحظون؟ إذن كل ما علينا فعله الآن هو انتظار سيناريو من الثلاث سيناريوهات، للهبوط هناك سيناريو واحد، أن يأتي البيتكوين إلى هذه المنطقة ويصحح، هذا هو السيناريو الواحد للنزول. للصعود هناك سيناريوهين، انه ينزل بس ما يوصل لهذه المنطقة، وراح يقفل هذه الموجة ثم يصعد بموجة دافعة يعود الى داخل النطاق ثم تصحيح، وهذا للصعود، ومع كسر هذه القمة بريك ايفن، يعني لا اعرف ما الذي قد يحدث، قلنا ممكن يعطيك ريجولر وينزل، هذا السيناريو الاول الشرائي. طيب السيناريو الثاني الشرائي،
يبقى يعني فوق هذا النطاق ويطير من هنا ويزيد في المومنتوم، ويفضل أن يكسر لهذه المنطقة، يعني منطقة هذا النطاق هنا، هذه المنطقة، ثم يعود بتصحيح كبير مساو لكل هذه الموجة، وحينها سأبحث عن الدخول من السي، نفس المنطقة اللي كنت بدي أدخل فيها إذا أردت التعزيز، ومع كسر القمة بريك إيفن، وهدفي سيكون فوق هذا ومستوى 127 فيبوناتشي إكستنج فقط. فقط إذا المشكل أن عندنا هذه الجدار يمنعنا وهذه الجدار يمنعنا من الصعود، حتى لو كانت البنية التصحيحية ما هي ممكن تكون معقدة، ممكن ينزل يعقد لك ويرجع، يعطيك هذا كونتراكتين وهذا رانين ويرجع. اوكي، اذا هذا هو تحليلي اليوم للبيتكوين، اتمنى انكم استفدتم من هذا الدرس، ان كنتم كذلك فجروا لايكات دعوا تعليقاتكم على الفيديو، لا تنسوا ان هدفنا هو تعليمكم وان العلم يعرف كذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.